الصحة كابتن علي أبو جريشة، خلينا نعرف برضو أجواء المباراة وماذا يحدث في ملعب المباراة من كريم أحمد معانا على التليفون. كريم إزاي؟ كابتن اسلام بجد التحيه ليك براحه، كابتن ماهر الهمام، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني. اجواء رائعه جدا هنا كابتن اسلام الحقيقه في استاد برج العرب، رغم يمكن بروده الجو، الجو يمكن جدا هنا في استاد برج العرب، لكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه حابين نشيد بيه على تواجدهم. اكدنا وقلنا طبعا على المسانده والدعم لابد من جمهور النادي الاهلي، التزام كبير يا كابتن اسلام بكل الجماهير، التزمت بالتعليمات، يمكن كان في بعض التعليمات الامنيه بعدم دخول اعلام غير للنادي الاهلي، عدم الهتافات طبعا مركزين عليها ومنبهين عليها بشكل كبير، الازايز، الحاجات طبعا كلها الامنيه دي بالفعل وبالتاكيد مع التعاون الكبير من امن للنادي الاهلي وايضا وزاره الداخليه والقوات المسلحه، في تنسيق ثلاثي مع النادي الاهلي زي ما اكدنا. بالفعل جمهور النادي الاهلي سالنا هل كان في اي مضايقات في الدخول في الامور دي، الناس قالت الحقيقه يمكن من المرات القليله ان احنا بندخل ما بقاش في اي يمكن التفتيش كالعاده، طبعا ده بيبقى مطلوب، ده موجود في العالم كله التفتيش. نعم بالظبط يا كابتن اسلام، يمكن بالفعل بناكد يمكن الجميع ملتزم من جمهور النادي الاهلي، وصل للنادي الاهلي وبطل فريق وديت كلوب بعد الاجتماع الامني او الاجتماع الفني اللي كان ساعه ونص قبل ان شاء الله يكون المباراه تواجده بالفعل. طبعا دي صور من المباراه، معلش يا كريم عشان احنا معانا صور من المباراه وانت بتتكلم يعني، بس انا بشرح للناس وانت بتتكلم، دي معانا صور من داخل ملعب المباراه، اتفضل يا كريم. بالظبط يا كابتن اسلام، زي ما بقول لك الصوره رائعه جدا هنا في الاستاد برج العرب، تركيز كان كبير. الدور لابس كام جاكيت فوق بعض يا كريم؟ قول لي، الجو ساقع، لابس كام جاكيت فوق بعض؟ لا والله يا كابتن اسلام، يعني الحمد لله قدرنا ان احنا حاول كان ان طبعا بيعرف الاعلاميين فوق مكان الاعلاميين مرتفع بشكل كبير جدا، لكن ارضيه الملعب طبعا اللعيبه بتبقى متواجده، ارضيه الملعب مختلف بشكل كبير، لكن والله يا كابتن اسلام بالفعل الحاله هنا يمكن الواحد سعيد جدا ان هو بيشوف جمهور النادي الاهلي من جديد، مرحله مهمه ومرحله مليئه بالتحديات والصعوبات والغيابات، دور الجمهور ان شاء الله النهارده يكون كبير، النادي الاهلي مركز النهارده، الصفقات متواجده من الشحات ان شاء الله تكون موفق، رمضان باذن الله كاولى مباريات الافريقيه باذن الله ان شاء الله، كل لعيبه النادي الاهلي على قلب رجل واحد. في اللحظات اللي انا بكلمك فيها يمكن الشناوي مع هتاف جمهور النادي الاهلي بينزل الى ارض الملعب بينول التحيه طبعا بين الجمهور ان شاء الله باذن الله، بعد المباراه تبقى لينا فرحه، النادي الاهلي يستريح، النتيجه للبدايه كمان في البطوله الافريقيه تكون موفقه لينا كابتن اسلام، وباذن الله بعد المباراه كالعاده نكون معاك لحظه بلحظه لقاءاتنا، نكون مع الجهاز الفني وايضا كمان ان شاء الله. ولكن لو في اي حاجه حصلت احنا عايزينك تبقى معانا برضو يا كريم في اي وقت، اي حاجه بتحصل لازم تبلغنا بيها اول باول. طبعا عايزين نتكلم عن المباراه بقى شويه ونقول ان محمد الشناوي طبعا حارس المرمى كابتن ماهر النهارده، علي معلول ناحيه الشمال، محمد هاني ناحيه اليمين، سليف كوليبالي وايمن اشرف اثنين في